بعد ما كان المشروع متلكم منذ عام 2011، الآن باشرت الشركة بمسوحاتها مثل ما تفضلت بعد ما وقعنا عقد مشروع مجاري الزبير، وإن شاء الله المرحلة الثانية شفتها أنه هي من أجمل وأفضل البنى التحتية على مستوى العراق، وإن شاء الله المرحلة الأولى ستكون بنفس المستوى. بعد أن أعطيك معلومة أنه حتى محطة معالجة الزبير أيضا الآن قيد الإحالة.